السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم اكتشاف حرف الدال وقراءته. نراجع حرف التاء يا أطفال بسرعة في بطاقة الحروف. لاحظوا حرف التاء: تو، تي، تا، تو، تو، تي، تا، تن، تين، تن. نشرح في الدرس الجديد الآن تدعو يا أطفال. نقرأ الجملة: أخرجوا أدواتكم يا أولاد. أخرجوا أدواتكم يا أولاد. تبعوا معايا. لاحظوا لقد شوشت الجملة، نقرأها، ننتبه: أولاد أدواتكم يا أخرجوا. نرتب الجملة: أخرجوا أدواتكم يا أولاد. نشوش الجملة مرة أخرى، انتبهوا جيدا: تبعوا معي يا أطفال. يا أولاد أدواتكم أخرجوا. تبعوا. سأقرأ، تبعوا: يا أولاد أخرجوا أدواتكم. يا أولاد أخرجوا أدواتكم. لاحظوا، رتب الجملة كما كانت. لاحظوا جيدا الجملة، تبعوا معايا ونقرأوا مع بعض. انظروا: أخرجوا يا أولاد أخرجوا يا أولاد أدواتكم. نرتب الجملة: مليح الترتيب الأخير، لاحظوا سأقرأ: أخرجوا أدواتكم يا أولاد. أخرجوا أدواتكم يا أولاد. انظروا، نقرأ الجمل الكلمة: أخرجوا. سأكتب على السبورة، لاحظوا لاحظوا مليح: أخ ري جو أخرجوا. الآن الكلمة الموالية:
نقرأ أدواتكم، أدواتكم. نعم، تبعوا معي، سأكتبها على السبورة. لاحظوا، لاحظوا أخرجوا أدواتكم. الآن الكلمة الموالية، الكلمة الموالية، يا يا، تبعوا أطفال، يا. لاحظوا يا، الكلمة الأخيرة يا أطفال، تبعوا أولاد، أولاد. نعم، أكتب على السبورة أولاد، أولاد. لاحظوا أولاد، تبعوا أخرجوا أدواتكم يا أولاد، أخرجوا أدواتكم يا أولاد. لاحظوا أطفال، سأقرأ الكلمة هذه، أدواتكم، أدواتكم. أمسح، عفوا، أخفي كلمة أو حرف كم. ماذا بقي؟ أدواتكم. أمسح الصوت هذا، يبقى أدوات، أدوات. أمسح هو أطفال، عفوا، أخفي هو، ماذا يبقى؟ أدا، عفوا، أدا، أدا. أدواتكم، أخفيت هذه الأصوات كلها، بقي أدا، أدا. لاحظوا الآن ماذا أخفي؟ أخفي صوت أ، أ. ماذا بقي؟ بقي د، بقي د. لاحظوا، سأكتب الد، انظروا هكذا على السطر باش يجينا الدال. كتابة جميلة، لازم نديروه مائل شوية، هكذا على السطر، الخط الرئيسي، ثم الفتحة، د، د. لاحظوا الآن يا أطفال، انظروا الجملة هي كالتالي، أخرجوا أدواتكم يا أولاد. الكلمة هذه أولاد، أولاد. لاحظوا أطفال، أخفيت الصوت أو،
باقي لنا لا دو. انظروا أولادو، أخفيت أو، بقي لادو، لادو، أخفيت لا، بقي دو، 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 انظروا سأكتب دو على السطر هكذا وهكذا، دو، دو. انظروا سأقرأ، تبعوا مليح. أخرجوا أدواتكم يا أولاد، دا دو. أخرجوا أدواتكم يا أولاد، أدواتكم دا أولاد دو. أخرجوا أدواتكم دا يا أولاد دو. أخرجوا أدواتكم يا أولاد دا بالفتحة، دو بالضمة، دا دو، دا دو. شكرا. الآن يا أطفال نضع كلمات فيها حرف الدال، ومن يعرف كلمة فيها حرف الدال يقولنا عليها. يلا مدرسة، منضدة، مدير، دفتر، لاحظوا سأقرأ الكلمات المكتوبة على الألواح والتي تحتوي على حرف الدال. دفتر، انظروا الد، مدير، انظروا دي، منضدة، انظروا الد، مدرسة، مد، مد، دفتر، مدير، منضدة، مدرسة. أقرأ النص من الأول. أخرجوا أدواتكم يا أولاد، دا دو، دفتر، مدير، منضدة، مدرسة. أعيد القراءة. أخرجوا أدواتكم يا أولاد، دا دو، دفتر، مدير، منضدة، مدرسة. افتحوا كتب القراءة يا أطفال، سأقرأ نص القراءة هو نفسه اللي راه على السبورة، انتوما تبعوا بالأسبوع أو بالخشيبة. سأبدأ، بسم الله. أخرجوا أدواتكم يا أولاد، أدواتكم، دا دو، الكلمات المؤطرة والتي تحتوي على حرف الدال، دفتر، مدير، منضدة، مدرسة. الآن يا أطفال لا تنسوا قراءة الحرف الجديد المكتوب في بطاقة الحروف. دائما عندما نقرأ حرف جديد نكتبه على هذه البطاقة ونقرأه.
إذن سأقرأ الحرف الجديد يا أطفال، لاحظوا مليح. دا دو دي دا دي دا دو دين دون دن مد. أطفال من بعد قرأوا الحروف كلها من الأول من حرف الميم إلى حرف الدال. انتهى، وإلى اللقاء يا أطفال، إلى حصة أخرى إن شاء الله.